حلقة جديدة من زوايا الحدث، أهلا بكم. تحركات دبلوماسية مكثفة تتوقف حيناً وتستأنف حيناً، يقودها المبعوثان الأمريكي والأممي إلى اليمن تيم ليندر كينغ وهانس كرونبرغ، تهدف إلى إعادة أحياء عملية السلام الراكدة ودفع عجلة المفاوضات السياسية. فرص نجاح تحركات المبعوث الأممي والأمريكي إلى اليمن في دفع أطراف النزاع اليمني إلى حوار جاد مرهونة بعوامل عدة تشمل الإرادة السياسية لدى أطراف النزاع والقوى الإقليمية والدولية ذات الصلة، كما يمكن لوجود ضمانات دولية قوية أن تساهم في تشجيع أطراف النزاع على الانخراط في حوار جاد وبناء الثقة بين الأطراف المختلفة. والسؤال اليوم، ما هي فرص نجاح هذه التحركات في ظل غياب دور المجتمع المدني من جهة وعجز الحكومة الشرعية عن تسمية فريق المفاوض بسبب تعنت الإمارات والمجلس الانتقالي؟ وهل يمكن للمجتمع الدولي بهذه الأدوات وبهذا القدر المحدود من التدخل أن ينجح في حلحلة أسباب الصراع؟ أم أن مهمة التوصل إلى حل هي مهمة يمنية؟ وبالتالي فإن دور المجتمع الدولي سيظل عند هذا المستوى حتى يتجه اليمنيون بأنفسهم للبحث عن حل بدوافع ذاتية. مشاهدينا، نحاول الإجابة عن كل هذه الأسئلة مع ضيوفنا الذين ينضمون إلينا بعد متابعة هذا التقرير، ابقوا معنا. تحركات جديدة للمبعوث الأمريكي والأممي في اليمن تخلق آمالا حذرة في مقابل تحديات كبيرة. الساحة اليمنية خلال الفترة الأخيرة تشهد تحركات جديدة لكل من المبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ والمبعوث الأممي هانس كرونبرغ، وبحسب البيانات الصادرة فإن هذه التحركات تهدف إلى الدفع بعملية السلام المتعثرة وإعادة إحياء المشاورات السياسية الراكدة منذ شهور. التحركات الأخيرة شملت جولة جديدة بدأها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ إلى السعودية والإمارات وسلطنة عمان لمواصلة المناقشات مع الشركاء بشأن عملية السلام في اليمن والوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السفن. المبعوث الأممي هانس كرونبرغ من جانبه بحث مع سفراء ومسؤولين في العاصمة السعودية الرياض جهود الدفع بعملية السلام المتعثرة في اليمن، وقال إن نقاشاته مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وسفيري السعودية والإمارات لدى اليمن وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن تتعلق بآفاق السلام في اليمن وسبل استدامة دعم المنطقة والدفع بالوساطة الأممية. بحسب مراقبين فإن هذه التحركات تأتي وسط تفاؤل حذر بإمكانية إحراز بعض التقدم في ملف السلام، خاصة مع التكلفة الباهظة للاستمرار في الصراع وزيادة كلفة التأثيرات الإنسانية الكارثية للحرب على الشعب اليمني التي من شأنها أن تدفع جميع الأطراف إلى البحث عن حلول. جهود الوسطاء الدوليين في دفع أطراف الصراع اليمني إلى طاولة مفاوضات جادة يمكن أن تثمر بشكل إيجابي بحسب خبراء، خاصة مع استمرار الهدنة غير الرسمية وحرص السعودية على إنجاح خارطة الطريق للخروج من ملف الأزمة اليمنية، كما أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة على رأسها انعدام الثقة بين أطراف النزاع وميلان موازين القوى على الأرض، إضافة لاستمرار تدخل القوى الخارجية في الشأن اليمني بطريقة تعرقل مسار التسوية وتخلق تعقيدات جديدة. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا في هذه الحلقة المحرر في مركز صنعاء للدراسات مراد العريفي والصحفي من بيروت طالب الحسني. أهلا وسهلا بكما ضيفي العزيزين. أبدأ أولا معك سيد مراد، إذا قبل الحديث عن هذه الجولة التي ابتدأها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، دعنا في البداية نقيم دور المبعوثين الأمريكي والأممي حتى الآن. مرحبا هشام، مرحبا بضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أعتقد أن جوهر مهمة المبعوث الأممي هي محاولة استنتاج أي صيغة من صيغ السلام في اليمن، حتى وإن كان الوضع الحاصل لا يسمح على الإطلاق بمضي قدما في إنجاز التسوية السياسية أو تحقيق تقدم في الصفقة السياسية التي أعلن عنها المبعوث الأممي أواخر العام الماضي. فأعتقد أن هذه التحركات هي تحركات في الوقت الضائع، ولا أعتقد أنها سيبنى عليها تغييرا في المشهد اليمني إذا ما نظرنا بالضرورة إلى موقف الولايات المتحدة من هذه الصفقة، إضافة إلى
التغيرات التي شهدتها المنطقة والإقليم بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، هذا والهجمات الحوثية التي شن في البحر الأحمر. هذه التغيرات والعلاقات أعتقد غيرت في كثير من المسارات السياسية، وبينها ملف اليمن بالضرورة. وأعتقد أن هذا الدور الأممي الأخير هو بعيد تماما عن الواقع، وهو لا وفق تصوري لا أعتقد أنه هناك مقاربات يمكن أن نستنتجها من خلال الجهود الأممية بالنظر إلى الواقع على الأرض. أما بالنسبة للمبعوث الأمريكي، هو يتحدث صراحة أنه صحيح أن الولايات المتحدة هي دعم عملية السلام في اليمن، وهذا كان جوهر مهمته أيضا، لكن الولايات المتحدة مؤخرا بعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر كان لها موقفا مناوئا وموقفا معترضا من الصفقة التي أعلنها الأمم المتحدة، إضافة إلى أنها اتخذت موقفا مناوئا المملكة العربية السعودية التي هي للمفارقة أصبحت أكثر الأطراف إلحاحا على أن تذهب في صفقة السلام التي حاولت أن تتوصل مع جماعة الحوثيين إلى صفقة هي بشكل أساسي تؤمن لها مصالحها السياسية وتضمن لها على الأقل خروجا من اليمن والحرب التي كلفتها كثيرا سياسيا وعسكريا وماليا، إضافة إلى أن الخلف المناهض لجماعة الحوثيين وأقصد هنا الحكومة الشرعية غير قادرة على المواءمة في الذهاب في مسألة سلام مع جماعة ما تزال لحد الآن هي ترفض المشاركة في السلطة، ترفض كثير من التفاصيل، وهي كل يوم تفرض نفسها عنوة على اليمنيين، طيب جميل. الحكومة اليمنية هي مترددة تماما. طيب أريد أن أسأل أيضا ضيفي سيد طالب عن هذه التحركات وعن رؤية الحوثيين لجهود المبعوث الأممي والأمريكي في إطار إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية. سيد طالب، برأيك كيف ينظر الحوثيون لهذه التحركات؟ أولا تحية لك ولضيفك الكريم والأستاذ المشاهدين. أنا أعتقد أنهم من الوهلة الأولى لم تنجح الأمم المتحدة، وأنه تنظر صنعاء إلى دور الأمم المتحدة على أنه يعني حتى لو كان لدى الأمم المتحدة خارطة لا تستطيع أن تمضي هذه الخارطة أو يعني تحولها إلى أرض الواقع، فدور الأمم المتحدة يعني ليس قويا. ما يؤثر على السلام والحرب في اليمن، أولا هو فشل الخيار العسكري بالنسبة للتحالف، وبالتالي هناك انسداد للأفق، وهو ما أدى إلى حوار بين صنعاء والرياض وحوارات متعددة أخرى، حتى لو كانت هذه الحوارات لم تسفر إلى نتيجة، ولكن هي تعني أن الأمم المتحدة لا تستطيع أن تقرر، لا تستطيع أن تدفع كل الأطراف إلى خارطة معينة. تحركات المندوب الأمريكي تنظر إليه صنعاء، وهو واقع في الحقيقة، إلى أنه جزء من الحرب، يعني هو جزء طرف وليس وسيط، ولذلك ليس هناك مفاوضات مباشرة معه، ليس هناك اعتراف بأن المندوب الأمريكي هو يمثل طرفا محايدا، ولا يتم التعامل معه وفق هذا التوصيف الذي قد تحاول الولايات المتحدة الأمريكية وتحاول منذ فترة طويلة أن تعتبر أن ما يقوم به المندوب الأمريكي أو ممثل بايدن على وجه الحقيقة في الملف اليمني على أنه هو يعمل من أجل السلام، هو يعمل من أجل الحرب يعني. ومؤخرا، ومن هنا أجيب على فكرة التحركات أو ما يمكن أن يعتبر تحركات، أنه كان هناك خارطة طريق قد تم قطع مشوار كبير فيها بين صنعاء وبين الرياض في حوار امتد لعامين، يعني حتى أبريل الماضي، ربما أقل بقليل وإنما لفترة زمنية طويلة، لكن هذا المسار تم تجميده منذ شهرين، تم تجميد الحوار والنقاشات مع السعودية منذ شهرين بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية بعد عمليات البحر الأحمر
يعني استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم عمليات البحر الأحمر أنها يمكن أن تكون عامل، يعني بحيث تم عرض يعني ما يشبه الحل لصنعاء أو ترغيب صنعاء لوقف عمليات البحر الأحمر، ولكنها رفضت مقابل أن يكون هناك المقابل الأمريكي أن يكون هناك وضحت. إعطاء ما تريده صنعاء من في المفاوضات السياسية. ولكن عندما رفضت صنعاء نعم. وعندما رفضت إيقاف عملية البحر الأحمر، عادت الولايات المتحدة الأمريكية لتجميد الحوار السياسي. ولعلكم تدركون أن هناك تصريحات أيضا من المشار ستأتي هذه الليلة، وتصريحات أيضا سابقة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وتصريحات سابقة مفادها مفادها للخارجية اليمنية تتحدث أن على السعودية أن تتجاوز الضغوط الأمريكية وأن تمضي في خارطة سلام حقيقية طيب، وجد هنا من أريد أن أجل أنقل هذه الوصول النقطة إلى إلى ضيف سلام. السيد مراد. سيد مراد، هل تستطيع فعلا السعودية تجاوز الضغوطات الأمريكية المتعلقة بضرورة إجبار الحوثيين على وقف تصعيد في البحر الأحمر والاتجاه مباشرة نحو توقيع خارطة الطريق الأممية؟ لا أعتقد أن المملكة العربية السعودية تملك من الجرأة أن تذهب لوحدها في توقيع اتفاق مع جماعة الحوثيين. هذا الاتفاق أعتقد أنه سيغضب كثيرا حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه خلال هذا الظرف الحالي الولايات المتحدة تتعامل مع جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية وصنفتها، وهناك كان مشروع من الكونغرس الأمريكي إلى تشديد تصنيف الجماعة في قوائم الإرهاب. هذا كله أعتقد قد يمثل إحراجا لواشنطن، أو ما قد نصفه كتحدي من الرياض للمملكة العربية السعودية للولايات المتحدة إذا ما ذهبت طيب، للاتفاق مع لكي جماعة نخرج بنقطة واضحة حول هذه الجولة التي دشنها المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم لندر كينج، إذا كان السبب واضح جراء عدم استئناف عملية التوقيع على خارطة السلام وهو التصعيد في البحر الأحمر وتطورات الوضع في غزة، ما الذي يمكن أن يقوم عليه أو تقوم عليه هذه الزيارة؟ هل يمكن مناقشة ملف التصعيد في البحر الأحمر في إطار دفع الحوثيين من أجل يعني وقف هجماتهم والذهاب للتوقيع على هذه الخارطة؟ سيد مراد، من المؤكد أن واشنطن هي تذهب تحاول أن تخفف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، إضافة إلى هدفها الأول وهدفها المهم في هذه المرحلة، وهو عدم توسيع الصراع في المنطقة وحصر الصراع في قطاع غزة فقط. وأعتقد أن هذا هو بالضرورة كانت الولايات المتحدة تواصلت إليه في تفاهمات وفق ما وردته تقارير إعلامية، في اتفاق في مفاهمات إيرانية أمريكية خلال المرحلة الأخيرة، من ضمنها هو إيقاف العمليات الحوثيين في البحر الأحمر. هذا سيكفر إلى حد كبير واحدة من الضغوط الأمريكية التي ربما كانت مساهمة في إيقاف العملية السياسية في اليمن. إضافة إلى الأمر الآخر، وأنا أعتقد أنه الولايات المتحدة هي كانت حريصة على أنه لا تدفع الرواتب لجماعة الحوثيين، وهذا أعتقد كان واحدة من النقاط التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في جميل. التدابير التي أعلنتها الأمم المتحدة. إذن هذه مسألة مهمة، اشتراط الولايات المتحدة الأمريكية كما ذكرت أن يقوم الحوثيون بالتكفل بدفع المرتبات على عكس ما كان مقترحا سابقا. هنا أريد أن أسأل ضيف السيد طالب عن إمكانية إجراء حوار أيضا مع الحكومة الشرعية وجها لوجه. ما هي نقاط الاتفاق التي قد يتفق عليها الطرفان إن جرى التفاهم حولها من أجل المشاركة في مفاوضات مباشرة؟ يعني في الحقيقة ينبغي الإشارة قبل ذلك إلى أنه ليس فقط عمليات البحر الأحمر هي من أوقفت الحوار من أجل السلام، لأنه عمليات البحر الأحمر عمرها 4 سنوات، 4 أشهر إلى 5 أشهر، بينما التعقيدات في ملف المفاوضات عمره أكثر من 4 سنوات. يعني إذا على وجه الحقيقة يعني منذ 2020 كان هناك حوارا من أجل أن يكون هناك إيقاف للحرب وما شابه،
ولكنه فشل لأسباب كثيرة. يعني إنما عملية البحر الأحمر جاءت مؤخرا، ولكن من ضمن هذه الأسباب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد، وكذلك السعودية في الحقيقة لا تريد أن يكون هناك طاولة مفاوضات يمنية إقليمية. هم يريدون أن تكون المفاوضات يمنية، وبالتالي يستبعدون تماما فكرة أنها حرب وتدخل خارجي. يريدون فقط القول أنها حرب محلية ونزاع محلي طيب يجب أن ينتهي بمفاوضة. ماذا عن نقاط الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين في بعض الملفات العالقة؟ هل توجد هناك نقاط؟ نعم، سآتي إلى هذه النقطة، وهو مدخل أيضا لفكرة أنه كان هناك ضمن خارطة الطريق التي قد يمكن تم الاتفاق عليها مع السعودية، ولكن تم تجميدها مؤخرا مع وجود نقاط خلاف أخرى، من ضمنها ما يسمى الملف الإنساني والاقتصادي. وجزء من هذا الاتفاق يشمل ما تسمى الحكومة التي يديرها العليمي ومجموعته، يعني الاتفاق على نقاط تتعلق بالحكومة، في من ضمنها يعني الرواتب، دفع رواتب الموظفين من عائدات النفط والغاز، من ضمنها أيضا عملية إخراج الأسرى وعملية تبادل الأسرى، من ضمنها أيضا استكمال ملف يتعلق بفتح الطرقات. هذه نقاط ضمن الاتفاق، خارطة الاتفاق التي تبحث مع السعودية ومع التحالف، ولكنها تبحث ليس بصفة مستقلة، إنما تبحث ضمن خارطة طريق يجب أن تبدأ من. طيب لننظر إلى الجهة الأخرى، التحالف وتنتهي إلى هذه النقاط. لننظر إلى الجهة الأخرى، وأريد أن أسأل ضيفي السيد مراد. سيد مراد، إلى أي مدى ساهمت الإمارات في عرقلة تشكيل الفريق التفاوضي بالنسبة للحكومة بعد أن تحدث الانتقال في أكثر من مرة وأكد على ضرورة إدراج موضوع الانفصال في أجندة المشاورات؟ الإمارات ولم يكن لها موقف واضح تماما، لكنه انعكس في موقف الانتقالي من المفاوضات، وخصوصا نحن رأينا موقف متردد من مجلس الانتقال الجنوبي، والذي يتعلق صراحة بمسألة دفع الرواتب لجماعة الحوثيين. وكان نقطة اعتراض مجلس الانتقالي أنه لا يمكن أن تصرف الرواتب لجماعة الحوثيين من موارد الجنوب. والأمر الآخر الذي كان يتعلق بمسألة أنه لابد أن يشكل فريق سياسي يضمن مسألة انفصال الجنوب ضمن الأولويات الأساسية في طاولة على طاولة التفاوض. هذان الأمران أعتقد أنهما كان واحدة من نقاط اعتراض المجلس الانتقالي، لكنه لم يعرقل مسار التفاوض. المجلس الانتقالي حتى الآن هو صحيح أن بياناته معترضة على المضي قدما في هذه الصفقة السياسية، لكن الموقف هو بالأساس مع مجلس القيادة الرئاسي، والمجلس هو بالضرورة يتحتم عليه أن يساير الموقف السعودي، والموقف الذي ونحن نعلم جميعا أن هي المملكة العربية السعودية التي قادت هذه الصفقة، وحتى أنها كل القوى السياسية في اليمن لم تكن مطلعة عليها ولم تكن على دراية بها، وإنما كانت نتاج لمفاوضات طويلة بين الرياض وجماعة الحوثيين، والتي توجد بزيارة السفير السعودي إلى العاصمة صنعاء وزيارة وفد حوثي إلى الرياض. هذه جولة التفاوض التي كانت بين الطرفين كانت المعسكر المناهض للحوثيين بعيدا تماما، ومن ضمنهم المجلس القيادة الانتقالي. الإمارات حتى الآن هي لم تتخذ موقفا صريحا من مسألة التفاوض. صحيح أنها تدعم المملكة العربية السعودية في أي خطوة، لكن التطورات الأخيرة في الجنوب كما أسلفت لك في هذين الموقفين، إضافة إلى خلال الأشهر الماضية رأينا تصعيدا عسكريا من مجلس الانتقالي في محافظة حضرموت، وهذه كانت خطوة استباقية يحاول من خلالها المجلس الانتقالي إلى أنه يفرض سلطته على العسكرية على الأرض، وهو يحاول على الأقل يضمن مسارا آخر يتعلق أنه في حال فشلت المفاوضات السياسية ربما هو يكون قادرا على إعلان الانفصال وتقرير المصير. أشكرك جزيل الشكر المحرر في مركز صنعاء للدراسات مراد العريفي، وأشكر أيضا ضيفي
طالب الحسني الصحفي من بيروت. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.